بعد أسبوع من العروض السينمائية أسدل الستار على فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة بتتويج فيلم خريف التفاح لمخرجه محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان في صنف الأفلام الطويلة. أعتقد أنه ثالث تجربة لي ومختلفة عن الأفلام الأخرى، تجربة لم تخرج بعد إلى الساحة حتى أناقشها وأرى ردود أفعال الجمهور، أتمنى أن يعجب الجمهور. التتويج بالنسبة لي شيء مفرح جدا، شيء محفز، شيء يساعد الفيلم على الترويج، ولكن هو مسؤولية كذلك. فيما عادت جائزة لجنة التحكيم لفيلم اللكمة أو دبانش لمحمد أمين منى، كما عادت جائزة أول إنتاج لفيلم السيد المجهول لمخرجه علاء الدين الجم. فيلم أوليفر بلاك لمخرجه الشاب توفيق بابا كان له نصيب أيضا من الجوائز بإحرازه جائزتي أول وثاني دور رجالي. شفي فريمون ايمي صراحة، بجي ناس ما عمرهم خدموا أدوار ديال البطولة ويجيو ياخذوها هنايا أمام الناس اللي حيت نعرفوهم عندهم باع كبير في التمثيل، وهذه دونك فريمون سي نورم. هذا التتويج ليا ولذوك الناس حسان ومدومبو ورزت بالضبط. مريم التوزاني وفي أول تجربة إخراج لفيلم روائي طويل أحرزت جائزتي أحسن إخراج وأحسن سيناريو، فيما توجت بطلة الفيلم نسرين الراضي بجائزة أحسن دور نسائي. ياخذ الفيلم جائزات هنايا في المغرب، هذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، وياخذهم في المدينه ديال طنجه، المدينه ديالي، والمدينه بحال اللي قلت عندها واحد العلاقه كبيره بزاف مع الفيلم هذا ومع الطريقه اللي خلق بها هذا الفيلم هذا، كتخليني نحس بشي حاجه فريمون زوينه. انا فرحانه اليوم حيت خديت جائزه احسن تشخيص، والجائزه هديتها لمونبير اللي يلا مات هذه شويه، والجوائز كما كنعرفوا كيخليو بنادم يجتهد على راسه ويزيد يبدع، وان شاء الله نتمنى هذا الشيء هو اللي يكون مستقبلا. في صنف الافلام الوثائقيه الطويله عادت الجائزه الكبرى للمهرجان لفيلم قبل زحف الظلام لمخرجه علي الصافي، فيما عادت جائزه لجنه التحكيم لفيلم في عينيك كنشوف بلادي لمخرجه كمال هشكر. أعتقد أن هذا تتويج لمجهودات 7 سنوات من عمل فريق كامل، رافقني طوال هذه المدة، رافقوني وكانوا سندا لي، وأوجه تحية خاصة للشخصيتين الرئيسيتين في الفيلم أميت كوهين ونيتا الخيام، اللذان كانا سببا مباشرا في الشكل الذي ظهر به الفيلم. وتميز حفل الاختتام كذلك بتكريم اسمين لامعين في مجال الفن السابع، ويتعلق الأمر بالممثل المسرحي والسينمائي محمد رزين والمخرجة المقتدرة فريدة برقية، ليسدل بذلك الستار على هذه الدورة الغنية ببرمجتها والتي شهدت تنافسا محتدما بين كل الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.